مشاهدينا، والحديث عن الأزمات والمخاطر التي تهدد القطاع الزراعي في العراق، معنا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. ماذا تعني عودة الحرائق للأراضي الزراعية؟ مساحات كبيرة من الدونمات بمحصول الحنطة احترقت في ناحية العدل بمحافظة ميسان. السؤال، أين التجهيزات الحكومية لتفادي يعني تكرار الحرائق؟ لم تكن هناك أيادي تعلمها الحكومة قامت بهذا الموضوع. أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام. أخي الكريم، هذه الحرائق تتكرر في كل موسم، خاصة بعد فترة الاحتلال أو خلال فترة الاحتلال منذ عام 2003، وتنتشر في كثير من المحافظات. وهذه السنة قد بدأت في محافظة ميسان، وكأن هناك جهات تقوم برصد هذه الزارع وإحراقها. أنا أعتذر لأن انطفت الكهرباء الوطنية. فهذه وفق خطة ممنهجة تقوم بها عصابات إجرامية لإرغام الفلاحين على بيع محصولهم بأسعار زهيدة إلى عصابات ومافيات تقوم بتسويقها إلى الدولة بأسعار أعلى. لذلك يخاف المواطن البسيط أو هذا الفلاح على هذه الزراعة أو على محصوله من القمح والشعير، فيضطر إلى البيع أفضل مما أن يخسره جميعا من خلال عملية القيام بحرق، ولا يستطيع حمايته، لأن هذا الفلاح البسيط لا يمكن أن يبقى. طيب دكتور، هنا يعني العراق يعيش في أزمات، يعني المياه شحيحة، يعني دجلة والفرات يعانون من شح كبير وانخفاض في مناسيب المياه. الخطة الزراعية تقلصت كثيرا، بالتالي من استطاع زراعة مثل هذه المحاصيل يعني بجهد جهيد وصل إلى هذه النقطة، بالتالي حرق مثل هذه المساحات، ما هو حجم الجريمة المرتكبة بحق الفلاحين؟ هذه جريمة كبرى أخي العزيز. والفلاح الذي يزرع القمح والشعير معتمدا على الله سبحانه وتعالى على موسم الأمطار، وليس معتمدا لا على النهر ولا على التي كلها قد جفت. لذلك هو ينتظر بفارغ من الصبر أن تنمو هذه الحقول من أجل أن يجني ثمارها أو يجني محصوله لتسويقها. ولكن تقوم هذه العصابات الإجرامية منذ 20 عاما بارتكاب هذه الجرائم الكبرى دون وجود أي رادع. لذلك لا تقوم الحكومة بواجباتها أو الدفاع المدني بواجبه في حماية هذه المحاصيل أو حتى إطفاء هذه الحرائق، بقدر ما يوجه أو يكون هناك كلام الفلاحين: عليكم بيع محاصيلكم إلى الجهات التي تشتري فورا، والحكومة لا تقوم باستلامها من هؤلاء الفلاحين. وإنما ترسل هذه العصابات أو هؤلاء التجار المرتبطين بها لشرائها بسعر أقل بكثير مما تستلمه الدولة من أجل الحصول على فوارق وأرباح فيما بينهم. نعم، يعني عوضا عن دعم الفلاح اليوم، الحكومة تغير طبيعة أراضي زراعية وتحولها إلى مشاريع استثمارية وسط تأكيد الفلاحين بوجود ضغوطات من قبل الأحزاب على بيع أراضيهم بمبالغ بخسة جدا. نعم، عندما جفت هذه الأنهار ولم تقوم الدولة بواجباتها تجاه الدول المعنية بإطلاق حصص العراق من المياه، فيقومون بتخويف الفلاحين لبيع هذه الأراضي لأنها سوف تموت هذه الأشجار وهذا النخيل، وتبدأ بمساومتهم سواء عن طريق عصابات أو هذه الأحزاب أو تجار هم مكلفين لشرائها بأسعار بخسة وتحويلها من أراضي زراعية أو من مزارع غناء بثمرها وبنخيلها إلى مجمعات سواء سكنية أو استثمارية لأغراض تجارية أخرى. لذلك لا يهم هذه الحكومة أبدا مع الأسف
انهيار القطاع الزراعي في العراق أو تجريد أو تصحير هذه الأراضي الزراعية. لذلك هي لن تقوم بأي عمل من أجل مثلا ولو بسيط بحفر الآبار الارتوازية من أجل إعطاء هذه الأراضي الزراعية الكمية الكافية من المياه. لذلك يضطر الفلاح في كثير من الأمور للاستجابة إلى هذه الضغوط، سواء من هذه الأحزاب أو الميليشيات أو العصابات أو التجار الذين يريدون شراء هذه الأراضي. نعم. وتقوم الحكومة فورا بتغيير جنس الأرض من أرض زراعية إلى أرض سكنية أو أرض تجارية. نعم. أو أرض استثمارية لأغراض أخرى. طيب، نعم. في هذا الإطار دكتور، يعني ما خطورة تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية وأهمال الأراضي حتى تتصحر والاستيلاء عليها، يعني على المستقبل القريب وليس البعيد، خطرها على الأمن الغذائي للمواطن العراقي؟ العراق قبل 2003 وخصوصا في فترة الحصار استطاع أن يكون هناك اكتفاء ذاتي من الأمن الغذائي، وخاصة من القمح والشعير، بالإضافة إلى تصديره إلى مواد أخرى مثل التمور. ولكن الآن بعد أن جفت الأنهار وتخلت الحكومة عن مسؤولياتها، فحن الآن كل شيء هو مستورد. يعني حتى التمور هي الآن مستورد، الذي كان العراق هو البلد الأول في العالم في إنتاج التمور. لذلك الخطر على الأمن الغذائي العراقي هو واقع، الآن واقع. المواطن العراقي الآن كل شيء له في السوق هو يأتي من دول الجوار أو لربما من دولة واحدة هي إيران، التي تصدر كل ما تنتجه وتعتبر العراق سوق استهلاكية لما تنتجه من مواد زراعية. شكرا لكم عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.